انا ام انا ما بقيت قادره لا نبكي لا حتى شي حاجه. انا مكويه في كبدتي، انا كان بامكاني نسكت على هذا الامر وما نخرجش للاعلام وما نخرجش للقضاء، ولكن انا قلت هذيك مدرسه وفيها اطفال وحدة اخرين وغيتعرضوا. انا قلت كون مات ولدي ودفنته وبكيت عليه وما يطرى لياش هادشي، انا مصدومه، انا ما بقيت قادره لا نبكي لا نهضر لا حتى شي حاجه. يعني تنقول تكويت، تنحط راسي بلاصه ولدي، هذاك الشيء اللي تعرض عليه وكيفاش مارس عليه، وولدي ما عرفتوش، وولدي ما قال ليش، ولدي هددو قال له لا قلتي على شي واحد غنقتلك عصا. يعني انا تنبقى نقول، انا قلت على القضاء، تنقول لهم حتى انا خصني نتعاقب ولدي وكبدتي وما حسيتش به، ولدي ما قال ليش، خاف عليا، خاف تيقول لي ماما انا ما بغيتش نقول لك باش ما تنوضش المشاكل، ولد صغير تيقول هاد الهضره هادي. واخا دابا تعاود ليا، شوف ما تخاف من حتى شي حاجه، قول لي شنو وقع بالضبط اول مره باش عيط لك. عيط ليا ليا اجي تلي اجي عق وتلي نبيو وتلي نعس وروح المعرس طلع لي الطافق وتلي نعس زوز معرس. وكي ضربك؟ لا ما ضربك. قلت لي كل شيء واحد اخذت عصا. اش قال لك؟ قلت لي كل شيء واحد اخذت لك عصا. قال لك لا قلت شي واحد نقتل لك بالعصا. شنو كان كيدير في البيت؟ شنو كان كيدير؟ قلت لي نعنى عصا. وانت قلتها لماماك؟ لا خاصها تدب زاوية. كيفاش؟ خاصها تدب زاوية. خاصها تدب زاوية؟ دابا تقدر تمشي للمدرسة دابا؟ لا. خلص ديالي حسين. انا ولدي كان في الاول شفت الطابور ديالو حمر وطايب ما تشكلي ما حتى شي حاجه. الولد ما قال لي حتى شي حاجه، كان الولد طايب والطابور ديالو حمر وتيبقى تيتصاغب. في الاخر ديال شهر 12 الولد ديال شهر 1 تنتفاجئ بالولد ديالي جا نزيف والمصران ديالو هبط، ديتو للسبيطار ديال المخزن. مولاي عبد الله شافو في المستعجلات، كانت في السبت والحد، شافو المستعجلات صيفطوني عند الطبيبه التخصصيه ديال الدراري الصغار. شفتها نهار 3 عطاتني التحاليل، قالت لي انا نشوف الولد غنطلع نقلبو بالمجهر، ندير له البنج ونطلع نقلبو. من طلعت قلد بنجات الولد وطلعت قلباتو هبطنا، قالت لك دارت له شي ليبره باش تجمع له المصران ديالو. قالت لي الولد ديالك ما عندوش حاله مرضيه، الولد راه عنده حاله اغتصاب. قالت لي يا سيري دي ولدك، انا هضرت معاه وما قال ليش دي ولدك عند الطبيب النفسي باش يهضر. هذاك الشيء اللي درت مشيت للسبيطار ديال غازي، مشيت للمساعده الاجتماعيه، طلعوني عند طبيبه اختصاصيه فهاد الامر هذا. هضرت مع الولد الحصه الاولى والحصه الثانيه، قال لها المدير هو مسير كما تيقولوا ملقب بالمدير، هو مسير ديال الروند ديالو. قال لها المدير داني البير ديال البيرو ديالو وعندو مكتبه وحال فيها حل منها الباب تيدخل وتيخرج منها. دا الولد ديالي كان في وسط القسم وكان الولد تيلعب مع الدراري، قالو اجي انت تدي البساله اجي ندير لك العقوبه، حيد له حوايجو. تم الامر تما واحد الخطره دارالو، يعني الولد اللي تيقول طلعوا لشي دار الفوق دالو هذاك الشيء صافي. انا تبعت الطبيب، تبعت الجلسات، مشيت شحال بلاصه، هزيت الورق ديالي مشيت درت شكايه في الدائره ديالنا ديال سيدي موسى. درتها نهار 3 الاربع الخميس تم الاعتقال ديالو. دفعونا لبيجي ديال حي السلام، الولد مشيت انا والولد ديالي في الليل. الولد ديالي دار التحقيق نهار الخميس، هضروا مع الولد ديالي عطى الاقوال ديالو. نهار الجمعه مشينا الصباح، ولدي كانت عنده العمليه نهار الجمعه ما ديتوش. مشينا
نهار الجمعه الولد ديالي داروا معاه تحقيق، الولد باقي تيثابت على الهضره اللي قالها نفس الطبيبه النفسانيه، قالها في التحقيق. صافي قالوا لنا نهار الحد غتجيو وغتمشيو للمحكمه ديال الاستئناف. مشينا نهار الحد اليوم، مشينا للمحكمه ديال الاستئناف، دخلونا عند النائب ديال الوكيل، هضر مع الولد ديالي، قال له واش هذا ولا هذا، قال له الولد ديالي لا هذا، وقال لهم اشنو وقع ليا وشنو وقع ليا وشنو وقع ليا. قال لنا صافي خرجوا تسناو. طلعنا حنا للفوق تنتسناو ندوزو عند قاضي التحقيق، جا عندنا المحامي ديال الجمعيه، قالنا راه ما غدوزوش عند القاضي ديال التحقيق، راه غيخرج المدير، غيخرج يعني بكفاله وغيتعمق التحقيق في هذا الامر. هذا انا عندي شهاده طبيه ديالي، عندي بان فيها 30 يوم قابله للامداد، وعندي تقرير طبي بان الولد ما مريضش، الولد درت له التحاليل عام على الدات ديالو بانه ما مريضش. ودابا المدير تيقول لك، المسير ديال لانود تيقول لك ما تيكونش، انا عندي اثباتات بانه تيكون، وجابوا الناس لكارطات ديالهم وقيدوا بانه تيكون. انا دابا بغيت نعرف يعني علاش هو خرج وانا بولدي تيهضر، وعندي اثباتات بان هادشي كاين، والولد تيهضر، الولد تيقول وبانه هو اللي تم. حتى واحد ما ولدي ما متهم حتى شي واحد، ولدي متهم المدير، المدير ديال هاد المؤسسه هو اللي تيقول لك مدير، هو يعني غير مشرف على نوض. انا تنطالب من السلطات توقف معايا وتوقف مع ولدي. ولدي دابا خرج لرأي العام، انا تنهضر بوجه مكشوف ولدي بانه هو ولدي متم الاغتصاب ديالو. انا بغيت سيدنا الله ينصره وسيدنا عاطي التعليمات ديالو لحقوق الطفل وحقوق المرأة. انا تنطالب حق ولدي، وتنطالب به حق ولدي يتعرف، وبان هاد المسطره تاخذ المجراها يعني القانوني. لا مبقاتش عندي الثقه، انا دابا ولدي جلستو، ولدي انا ما غنديش حتى شي روت. ولدي هو عنده العام الجاي عنده غيدخل الابتدائي، وما غنديش لا نوت، ما غنديش حيت ما بقاتش عندي الثقه. انا درت ثقه في دوك الناس، وانا حاضيه ولادي يعني دايره مجهود مع ولادي، ما طلقهمش في الزنقه ومربيهم احسن تربيه، وما تنسافرش وما تنخرج وما تمشي حتى شي بلاصه، وما باغاش نخدم على ود ولادي مربيهم وبشهاده الجامع، والناس شهدوا والحومه ديالي شهدات بان ولادي مربين احسن تربيه وما تيخرجوش للزنقه. وهما قالوا بان الزوج ديالي، حنا مشينا طالبناهم بالمال، عطاوني الفلوس، طالبوني تيقولوا الناس ديالهم اللي مع هاد السيد بان الزوج ديالي وانا مشينا طالبناهم بالفلوس، عطاوني الفلوس المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، مشيت اتهمت انا سيدي هاد السيد ما عمري مشيت عنده خطره وحده، قلت له ولدي راه طرات له مشكله في هاد المدرسه هادي. صافي ما مشيتش وجهت له لا هو الاتهام لا والو، انا غنتابع هاد الناس اللي قالوا انا مشيت قلت لهم عطاوني الفلوس. تيقول بان الزوج ديالي ماشي في كامل القواه العقليه، والزوج ديالي في كامل القواه العقليه، وانا الحمد لله عندي ثقه في القانون وعندي ثقه في القضاء.